23 من يوليو من عام 1970، تولى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مقاليد الحكم في البلاد خلفاً لوالده السلطان سعيد بن تيمور، بتأييد وإجماع من الشعب العماني والأسرة المالكة والقوات المسلحة. ففتح جلالته أبواب السلطنة على العالم ورفع شعار بناء الدولة العصرية. 23 من يوليو من كل عام يوم النهضة العمانية المباركة. أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى، وسيكون لنا المحل المرموق في العالم العربي. كانت عمان بالأمس في ظلام، ولكن بعون الله غدا سيشرق فجر جديد على عمان وأهلها. إن المهام التي تواجهنا في المستقبل هي جسيمة حقا، فإذا أردنا أن نكون جديرين بالدور الذي يطالبنا به مصيرنا، فينبغي علينا أن نتمسك بالمبادئ التي قوت من عزائمنا في المحن التي مرت علينا في الماضي. لذلك دعونا نسير معا إلى الأمام، سائلين الله أن يسدد خطانا ويمدنا بعونه وحمايته لخدمة بلدنا وخدمة البشرية جمعاء. إن العالم إذ يشهد في هذه الحقبة أحداثا ومتغيرات معقدة ومتشابكة، فإن ذلك يلقي علينا مسؤولية أكبر نحو بناء وتطوير
قدراتنا الذاتية بما يمكننا دائما من تحقيق أهدافنا في التنمية والحفاظ على أمن بلادنا واستقرارها. وأن كل مواطن مطالب بأن يلعب دوره نحو هذه الغاية بنفس العزيمة التي كافحنا بها خلال السنوات الماضية. من أجل تقدم هذا الوطن وازدهاره. وفي الوقت الذي نعتزم الاستمرار في إعطاء الأولوية لتأهيل وتدريب قوانا البشرية بما يواكب خططنا الإنمائية ويفي بمتطلباتها من الكفاءات الوطنية، فإننا سنواصل بمشيئة الله رعايتنا الكاملة للشبيبة العمانية إيمانا منا بدور الشباب في صنع الحاضر والمستقبل، وتأكيدا لحرصنا على تنمية قدراته وتوفير احتياجاته الأساسية وإعداده إعدادا سليما يتكافأ وطبيعة المهام التي يجب عليه القيام بها لخدمة وطنه والإسهام في بناء نهضته. إننا إذ ندعو كل عماني لتوجيه اهتمامه قبل كل شيء للعمل الجاد والمشاركة المسؤولة والمخلصة لبناء الوطن، فإننا نؤكد على ضرورة المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود مجتمعنا العماني بجميع فئاته، وتعكس الترابط المتين بين أبناء هذا الوطن في كل أرجائه، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه محاولة التأثير على هذا الترابط الذي يمثل الدعامة الأساسية لقوة وازدهار بلادنا العزيزة في حاضرها ومستقبلها. لقد كان تعزيز قدرة الإنسان العماني على خدمة وطنه غاية كبرى وهدفاً أسمى، ولتحقيق ذلك كان لا بد من نشر التعليم، وكان لا بد من ربط هذا التعليم بثقافة الأمة وحضارتها وموروثها التاريخي من ناحية، ومناهج العصر وأدواته وتقنياته من ناحية أخرى. لذلك أقيمت المدارس ومعاهد العلم المختلفة على امتداد الساحة العمانية، وهي تزداد على الأيام توسعاً وتنوعاً وفقاً لحاجات المجتمع، وفي ضوء سياسة ثابتة تستلهم هذه الحاجات وتستجيب لدواعيها ومقتضياتها، وبقدر قليل من التضحية والإيثار من جانب أرباب العمل سوف تسعد أسر عمانية عديدة تتطلع إلى حصول أبنائها
وبناتها على مصدر للرزق يعينها على تحمل أعباء الحياة وتكاليف المعيشة. وفي هذا الشأن نرى أن من واجب حكومتنا وأعضاء مجلس عمان الكرام القيام بتوعية السكان في مناطقهم وتعريفهم بقيمة العمل وضرورة احترامه وتقديره، والتنبيه على أن العمل الجاد ليس هواية يمارسها الفرد متى شاء، بل العمل جزء لا يتجزأ من العبادة، وبالتالي يجب أداؤه بإخلاص وإتقان وأمانة. إذ نشيد بالأداء الحكومي خلال الحقبة المنصرمة، فإننا نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته، بما يضمن اتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها. أعضاء مجلس عمان الكرام، إنما تحقق على أرض عمان من منجزات في مختلف المجالات لهي مبعث فخر ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع.